سيادة الوزير دياب كريم، الأخ المناضل الدكتور جمال زحاقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الديمقراطي في فلسطين التاريخية، شيخ المجاهدين زيتونة فلسطين حارس الذاكرة الفلسطينية وشاعر مجد المقاومة الأب أبو عرب، ضيوفنا الأعزاء، أيها الأخوات، أيها الأخوات، أيها الرفاق، نقف وإياكم لنتذكر ونذكر بأن الذكرى 61 لإعلان ميلاد دولة الكيان الغاصب على أرض فلسطين ما هي إلا نكبة ابتلي بها شعب عريق عاش على هذه الأرض آلاف السنين. فهذا الكيان قام على أنقاض مئات القرى والمدن الفلسطينية والتي كانت في حينه الأكثر حضارة وعراقة ومدنية وعلما في منطقة الشرق الأوسط بكامله. وهذا ما كانت تعلمه قيادات العالم الحر والدول الإمبريالية والتي قدمت كل أشكال الدعم والعون لقيام هذا الكيان. فليس صحيحا أن ما قدمته الدعاية الصهيونية بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض كانت تنطلي على الإمبريالية البريطانية والأمريكية التي كانت تعي تضاريس وديموغرافية المنطقة بشكل جيد. أيها الأخوات، أيها الأخوة، لقد قام الصهاينة بطرد أكثر من 800,000 فلسطيني من بيوتهم بعد مقاومة باسلة قدمها شعبنا ضد جيش منظم ومدرب ومسلح بأحدث أنواع العتاد في حينه. ولقد استفادت الحركة الصهيونية من نتائج الحرب العالمية الثانية والآلة الإعلامية الضخمة التي روجت وما زالت لما يسمى بالهولوكوست أو المحرقة. فكان من جراء ذلك أن انهالت كل أنواع الدعم اللوجستي والسياسي من قبل الحكومات الأوروبية صاحبة الباع الطويل في اضطهاد اليهود، فضربت بذلك عصفورين بحجر واحد، بأن تخلصت من اليهود من جهة وخلقت منهم قاعدة متقدمة لخدمة الأهداف الإمبريالية في الشرق الأوسط من جهة ثانية. لقد هم شعبنا ومنذ اللحظات الأولى لاتضاح المخطط الإمبريالي الصهيوني لسلب فلسطين هب في الدفاع عن قضيته باذلا الغالي والنفيس من أجل ذلك. لكن اختلال ميزان القوى وخذلان الأنظمة العربية بشعوبها وشعبنا معا أدى إلى نكبات متتالية. لقد قامت مجموعة من الشخصيات الوطنية المخلصة من أبناء شعبنا الفلسطيني بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 بمساعدة بعض الأنظمة العربية الوطنية وعلى رأسها النظام الناصري. وكان ميثاق المنظمة وهدفها هو تحرير فلسطين. فتسارعت الأحداث وسقط ما تبقى من فلسطين على في أيدي الصهاينة في حرب خاطفة عام 67. وهب شعبنا عبر الرسائل المسلحة مستفيدا من التفاف جماهيري عربي هائل لمواصلة معركة التحرير. إلا أن قيادات هذه الفصائل والتي سيطرت على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عبر شرعية البندقية والكفاح انحرفت عن مسارها وبدأت سلسلة من التنازلات بدءا بمشروع النقاط العشر مرورا بمؤتمر فاس وقبول مشروع المقبور فهد ووصولا إلى اتفاق أوسلو النكبة التي فاقت كل النكبات. أيها الأخوة، في هذه العجالة وحتى لا أطيل عليكم أود أن أذكر ببعض الحقائق. إن شعبنا الفلسطيني يفتقد الآن إلى المرجعية الحقيقية والتي بدونها لن تتحقق وحدتنا وعودتنا. ومن هنا أود أن أؤكد على ما يلي. أولا على الشرفاء من أبناء فتح التحرك
الطرق لكنس القيادات المرتبطة المتخاذلة وإعادة الوهج والصورة الناصعة لفتح المناظرة صاحبة الباع الطويل في الكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين وبناء الدولة الديمقراطية على كامل تراب الفلسطيني. وهناك بارقة أمل في انتفاضة قواعد فتح وكوادرها وشرفاؤها. ثانيا، على حركة حماس أن تبادر ببناء جبهة وطنية عريضة تضم في صفوفها كل التنظيمات والقوى الوطنية والمستقلة على قاعدة بناء الدولة الديمقراطية والتي يتعايش فيها كل الديانات، وعلى حماس الابتعاد عن التصريحات الضبابية والمتناقضة في قبيل ما أطل به علينا السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس منذ حوالي أسبوع بقبول دولة في حدود عام 67، فعن أي دولة يتحدث وعن أي حدود وهل بقيت هناك حدود؟ ثالثا، على الحكومات الأوروبية أن تكفر عن جرائمها ضد شعبنا والتي شاركت مشاركة فعالة عبر دعم الحكومات الصهيونية العنصرية المتعاقبة في تهجير وتقتيل الآلاف من أبناء شعبنا، أن تكفر عن جرائمها عبر الكف عن دعم دورة الكيان وممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي عليها لقبول حل الدولة الواحدة، حل الدولة الديمقراطية وعودة لاجئين إلى وطنهم. أخيرا، أيها الأخوات، أيها الأخوة، إن الحقوق لا تستجدى والحرية لا تعطى، فعلينا انتزاع حقوقنا والكف عن اللهث وراء السراب. عاشت فلسطين حضارة عربية والمجد والخلود.